معنا مشاهدينا هاتفيا من لندن دكتور عماد الدين الجبوري الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور عماد الدين. إذن بعد مخاض عسير مجلس النواب يقر الموازنة ليجدد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الجدل ويرفض إقرارها، كيف تقرأ ما حدث؟ أولا انظر، هذا هو للأسف الشديد التعثرات المقصودة أو غير المقصودة جراء المحاصرة في هذه العملية البائسة. لننظر، لا يعقل لرئيس جمهورية وفق منصبه أن يقر على أمر دون استشارة قانونية، بدون مستشار قانوني أقصد. يعني لذلك أنه انظر، سوف تكون هنالك ما بين هذه المماحكة ما بين المجلس التشريعي في البرلمان وما بين رئاسة الجمهورية المتمثلة برئيس الجمهورية. في نهاية المطاف يجب أن يخضع وفقا للدستور ما يحكمون به، يخضع رئيس الجمهورية إلى السلطة التشريعية ويوقع. ولكن ما الذي النقطة المثيرة هنا؟ هل اعترض على قانون الموازنة بشكل عام؟ لأن هنالك في ما يتصورون غبنا إلى الأكراد. هل هو تحرك بين قوسين لفئة معينة؟ أضف إلى ذلك هذا الامر للاسف الشديد يزيد من التخبطات لا سيما لدى الطبقه السياسيه في شمال العراق، في كردستان العراق. لانه بعد النظر يجب ان يكون من اجل العراقيين اولا بشكل عام وليس من اجل جهه معينه. أضف ذلك حتى هذه الجهه المعينه وجدت انكسارات وخاصه القضيه الكرديه برمتها. يعني هذه التناقضات للاسف الشديد لا يحسبون حساب اهلنا وشعبنا في المحافظات العراقيه الشماليه. يعني عندما نوري المالكي في 2005 عندما كان عضوا في كتابه الدستور وهو لا رجل فقيه في القانون لا يفهم شيئا في الدستور، اعطى 17% من الميزانيه للاكراد، حصتهم 13%، بقوا لي سنوات يقبضون 4% زائد دون ما ان يعترضوا. عندما اعيدوا الى النسبيه الواجبه لهم وجدنا كيف هنالك تكلموا عن خسارات واصبحت يعني مشكله بينهم من اجل جوانب فئويه تضر بجميع اهلنا سواء كان في شمال العراق او في جنوبه. وهكذا نجد حتى رئيس الجمهوريه عندما اعترض سوف يتراجع عن هذا اعتراضه او لانه الدستور واضح دكتور عماد الدين. المجلس التشريعي ولكن منتقدو الرئيس معصوم قالوا ان توقيعه على الموازنه شرفي بروتوكولي لا اكثر، الى اي مدى تعتقد ان الاكراد قادرون على اللعب باخر اوراقهم للضغط على بغداد لرفع نسبتهم في الموازنه مثلا؟ لا يستطيعون يا سيدي الكريم، لان المساله واضحه. هم نسبتهم وفقا للتعداد السكاني 13%، اخذوا 17%، ثم رفعت هذه كما تعلم المحاصصه والتمشيه الفئويه والحزبيه على مصالح الشعب ارضا وشعبا، هذا ما جرى ولا يزال يجري. يعني لذلك رئيس الجمهوريه لا يستطيع، من الممكن كما قرانا وتابعنا وفقا لدستورهم انه ان كانت ينظر في فقره معينه او في اكثر من فقره معينه ينظر فيها يطلب الاعاده يطلب الكذا، ولكن لا يستطيع الغاء او ما معناه رفض كلي، لا يستطيع وفقا للدستور هم يحكمون به. وهذا ما قلنا عليه، كيف رئيس الجمهوريه يرفض في حين الدستور لا يسمح له بهذا الرفض؟ ومن ثم سوف يعاد الى المجلس التشريعي، والمجلس التشريعي لا يغير شيئا لانه قد اقر وفقا للقانون التصويت. نعم الكتله الكردستانيه غابت ولكن لا تاثير لها، قد تم التصويت. يعني هذا هو ما موجود على ارض الواقع، هم يحكمون بدستور للاسف الشديد يريدونه مطاطي وفق ما يشاؤون. نعم، من اجل ذلك حيدر العبادي قال يعني لا يحق لاحد ايقاف الموازنه بعد التصويت عليها، ولكن كيف تنظر الى هذه الموازنه ان اقرت؟ يعني كما هو معلوم هذه من اجل في نهايه المطاف الى الطبقه السياسيه الحاكمه. نعم. مجموعه النصوص، مجموعه المحافظه على امور كثيره، يعني لن تخدم شيء اما وإن خدمت فهو شيء سطحي، وحتى أن تم فيتم ليس بالمعنى العميق المراد. يعني خطط خمسية، خطط ثلاثية، رباعية لا توجد. يعني هذه الموازنة لتمشية أمورهم. نعم سوف يتشدقون ويقولون، ولكن على تطبيق المشاريع الخدمية والعلمية والطبية وصحيح لن يلتمس شيئا المواطن العراقي. إذن وسط الترحيب الكردي بقرار رفع الحظر، ولكن جرمان بارزاني قال إن مشكلتهم مع حكومة العبادي سياسية وقومية ولا تنحصر بالحظر والرواتب،
يعني إلى متى ستبقى الأمور في العراق تدور في حلقة مفرغة بين أربيل وبغداد، وما تأثير ذلك في العملية السياسية؟ أولا هؤلاء تقاربوا وتباعدوا وفقا لمصالحهم، ليس مصالح الشعب كما قلت أرضا الشعب، وفقا لمصالحهم، هذا هو الأفق الضيق، هذه هي الهالة المفرغة التي يصادمونها أو يتصالحون حسب المصالح التي تجمع بين الأطراف، تقترب أو تبتعد، تلتقي أو لا تلتقي. حتى رفع الحصر في حراك اقتصادي سوف يستفاد منه سليمانية واربيل، سيكون هناك تعيينات وحركة عمالية ووظيفية هي تفيد أهلنا وشعبنا في تلك المحافظات. ولكن العزف على الوتر السياسي هذه هي الهالة الفارغة التي سوف تستمر، مضت 15 سنة وسوف تكون على هذه الهالة دون ما جدوى معينة يستفاد منها لا الكردي ولا العربي ولا المسيحي ولا المسلم. يعني هذه الطبقة السياسية تعزف على نغمة تزداد فجوتها عن الواقع الحقيقي لدى الشارع العراقي. نحن نعلم وفق متابعتنا ومراقبتنا للشأن الداخلي الشعب يفور ويمور ويغلي، ومقاومات الثورة الشعبية على الأبواب كانت أن تقترب أو تكتمل. في أي لحظة سوف ينفجر الشعب اتجاه هذه الطبقة السياسية؟ شكرا جزيلا لك من لندن سيد عماد، الدكتور عماد الدين الجبوري الكاتب والمحلل السياسي.